زي ما حضراتكم شايفين ده تعبان، اسمه تعبان البسباس، تعبان صغير الحجم، بيتغذى على الأبراص. بس البورس اللي معانا حاليا ده بورس كبير شوية عليه، فهو بيعصره لغاية ما يموت عشان يعرف ياكله، وهنشوف تتابعه عن كده ايه اللي هيحصل. انا اوقف الفيديو شوية لان العملية دي هتستغرق وقت، وبعدين ارجع تاني اصور. طبعا هو دلوقتي ماسك رجله، بس ما اعتقدش ان هو يعرف ياكله كده، لان لازم يجي يلفه من عند راسه وياكله. هو دلوقتي بيخنقه، يعني قافش على قلب البرص وعايز يخنقه. هنشوف هيعمل ايه بعد كده. طبعا هنا برضو مش عامل زي ما انا عمل ما توقعت، لا هو مصمم ان ياكله من رجله. البرص مات اهو لانه خنقه، وزي ما احنا ملاحظين بعد ما خنقه طبعا ما قدرش يتنفس البرص، فمات البرص. واول لما مات ابتدى ايه ياكله ويبلعه اهو، وهنشوف هيعرف يبلعه ولا هيلف من عند راسه. دلوقتي في تطور شوية، هو عايز يجيبه من عند ديله، يعني هو دلوقتي تقريبا بلع الرجل التانية دي وعايز يلف الديل بحيث ان هو ايه يعرف يملك البورس ويبلعه. هنشوف هيعرف ولا لا. طبعا زي ما احنا شايفين لسه بيحاول، انا عمال اوقف الفيديو معلش يا جماعة، بس هو بياخد فترة كبيرة جدا لانه هو هجم عليه من ديله مش من راسه. لو كان من راسه كان خلص العملية، انما من رجله هتلاقي بقى رجلين هتحوش بقه وكده، فهو مش عارف ياكل البرص. بس بإذن الله يعني هيخلص. هنشوف كده وهنتابع مع بعض. طبعا هو بلع الديل، المشكلة بقى في الرجل ايه التانية دي بقى، وهو بيبلع هيا ترى هيتصرف ازاي؟ هنعرف دلوقتي، عشان هو اصلا هاجم زي ما انا قلت لكم البورس حجمه غلط، المفروض يهجم عليه من راسه مش من ديله. طبعا هو بيظبط البورس عشان يبلعه. دلوقتي وصل لمرحلة كويسة جدا جدا جدا، وهو بيبلعه وبيزقه بالعصب بتاع زوره على جسمه من جوه زي ما انتوا شايفين اهو، عمال ياكل شوية ويعمل بعصبه. شايفين الحركة اللي بيعملها دي؟ بيزقه جوه، يعني كل ما يدخل جزء من البرص في جسمه بيزقه لجوه زي ما انتوا شايفينه. هيقعد ياكل، احنا ملاحظين ان مزوره تخين جدا. طبعا الغطا ده بنملاه ميه عشان يشرب. طبعا مساحة بقه كبرت جدا زي ما انتم شايفين. ممتاز جدا، هو دلوقتي في يعني لغاية دلوقتي ممتاز. هي إيه كانت أصعب حتة، الحتة الأولانية دي. ممتاز جدا، كل شوية هيقعد ياكل شوية، كل شوية هيقعد يبلع، كل شوية بيبلع. يبلع سنة سنة لغاية لما يخش على الدماغ وياكل. طبعا بيتقدم اهو، طبعا بورصة كبير جدا بالنسبة لحجم التعبان، الحجم ده صغير جدا والبورصة كبير جدا، فأنا مبسوط ان هو كل الحجم ده، بس كنت عاوزه يجي من عند الراس مش من عند الديل زي ما احنا متابعين اهو.
قرب يخلص بالهنا والشفاء والصحة والعافية. يدخل اهو قرب يخلص، هيخش بقى المنطقة بتاعت الراس بتاعت البرص، تشوف هيعمل ايه. ممتاز جدا. ممتاز. ممتاز جدا. انا عايز اوريكم بس ان التعبان فتح بقه فتحة كبيرة جدا، فاتح بقه يعني بصورة كبيرة جدا، بس هياكل ان شاء الله هيخلص. طبعا انا عندي قطر، ايوه كده يا جماعه قرب يخلص، بيبلع الراس. المراحل الأخيرة خلاص، المراحل الأخيرة خلاص، فاضل يشتغل حتة من الدماغ، هيبلعها. هيبلعها خلاص اهو، ابتدى خلاص. هو لسه مقفلش بقه، أول ما يقفل بقه يبقى كده بالهنا والشفا. كده اهو بصوا الحركة التموجية دي معناه ان هو بيزق البرص لجوه، هو هيقعد يزق البرص لجوه كل سنة بسنة كده لغاية لما يوصل معدته وبيهدمه بقى. كده احنا اقول لكم ان التعبان نجح ان هو ياكل البرص، وان شاء الله كده استنوا فيديو جديد معانا في القناة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا لايك وشكرا. انا عارف ان الفيديو طويل بس مش مشكلة، احاول المرة الجاية اختصر عن كده. مع السلامة.